واعمل جمب، ضلك اعمل جمب. خلص يعطيك العافية. يا حياة حلوة. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا اليوم جايب لكم جليتش. طبعا اليوم هو اليوم العالمي للجليتشات. نزلت لكم جليتش قبل كم ساعه لكن ما كان قوي كثير. هذا الجليتش قوي جدا، تضمن انك توصل ليفل 100 او 200 اليوم عادي اذا استمريت فيه. طبعا انت باللوبي بتفوت عند رمز الجزيره، بتحط الرمز التالي. هذا الماب اتحدى اذا بتعرفه، والطريقه سويتها زبطت معي انا، بينما في كم اجنبي شارحها بطريقه ثانيه ما نفعت معي. بقول لك خليك واقف في زاويه معينه بس يعطيك اكس بي. لا، الطريقه اللي سويتها انا قعدت اجرب صارت معي بطريقه معينه، فعشان هيك انا مبسوط اني لقيت شغله انا سويتها فيه. يعني لما تفوت على الماب على طول ركز معي، بدك تستنى الوقت يخلص. الحمد لله الوقت سريع اليوم. اول ما يبدا الجيم تاخذ لك سكار، ركز معي، لا تطلق على كل شيء. حيلا تراكن اطلق عليها، هاي اطلق، هاي اطلق، التنل لا، اوعى التنل لا، ادت اطلق، شيل 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 شيل، خلي هاي وخلي هاي، دان دان. روح على الوارم اب هاي الرفت. اول ما تصل هون ابني هرم، واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة، بعدين كسر هاي. تسألوني ليش؟ هيك الخطوات. بني 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 نفس الطريقة، بني نفس طريقتي، بني حط بينهم فواصل. اوكي تعال هون، حط هيك، يا سلام، حط واحدة هون واحدة هون واحدة هون، اطلع. ايوة هسه هرم 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 هرم، في رفت هناك دروا عليها، شايفينها؟ طيب تروح عليها بالطريقة هاي، يعني تكون باني بناء وروح عليها لأن معك مورد لا نهائي. طيب تدخل الرفت، هسا في بوتات، اطلع على طول حارب البوتات حتى لو ما يزعجوك وانت بسوي الجلتش. يعني في زون قتلهم على السريع او اهرب عند السهمين هذول. طلعوا هذا احتياط. اوكي وصلنا عند السهمين، ركزوا لا تدخلوا الرفت، بدك تبني درج فوق الرفت. تبني درج فوق الرفت، يعني كيف تبني درج؟ تعال هون درج ارضية، حط درج فوق الرفت عشان ما تستخدمها، تمام؟ واعمل هيك وسكر. هسا الاجنبي بيقول لك ظلك تحرك هون هيك هيك، ظلوا يعطوك شوي صح؟ شوف انا تعب صح ولا لا؟ تعب ولا مش تعب؟ طيب تعال هون واعمل جمب، ظلك اعمل جمب. خلص يعطيك العافية. يا حياة حلوة. فاضي. هسا حاولت محاولة قبل التصوير وشوف كم وصلت. 100,000 اكس بي باقل من 3 دقايق، بس ظلت دبل دبل دبل. ليفلي حاليا 115، لما بلشت قبل ما اصور كان ليفلي 112. شوف الليفلي كيف بيزيد بالعقل، شوف خط الليفل 115، ها بيزيد قدام كل ليفله، ترى كيف بيزيد. ليش اوقف؟ لانه اذا وقفت بعيد من اول. انا ليفلي 100 لسه، عشان هيك بطول تزيد ليفل. انت ليفلك واحد واثنين ولا 15 بيزيد بسرعه ليفلات، يكون زايد عندك اربع ليفل. انا عشان ليفلي عالي بحتاج اكس بي عالي. طلع انا بقول هسه بدي كم؟ 72,000. لا تقول عدت من اول، عدت من اول انا وقفت. هون بدك تدور على نقطه تعطيك ايش؟ نقاط. الاجانب بضلهم يعملوا هيك، كم من اجنبي كان يضل يعمل هيك حتى يعطي النقطه. انا ابتكرت شغله، قاعد تكبس سبيسات. ايوه هون دور على النقطه الصح تكبس على سبيس، يعني ها شايفين هون مكاني بالضبط؟ ها بضل يوصل عندك 200,000، يعني ضلك ضغط انت او شوف لك طريقه تدبل فيها ابصر كم بيزيد دبل. هذا من اقوى جلتشات الاكس بي، فبحتاج منكم ممكن تنشروا المقطع بكل مكان قبل ما يتقفل، لانه اكيد ايبك جيم راح تقفله، فخلي الناس كلها تستفيد وتلفل قبل ما يتقفل. فالمطلوب منك انك تنشره بكل مكان، واذا ما كنت مشترك بقناتي والله عيب، اشترك فيها وفعل زر الجرس، ولا تنسى كود الشوب YZYDD. وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.